في تقرير الصباح اليوم يقدم مدرب السيرك المصري أشرف الحلو عروضا للأسود من بيته بعد توقف العروض في السيرك بسبب أزمة كورونا. ويحاول الحلو يهاني في ناس تربي أسود، في ناس تربي بساس، يعني أسود فرد مرة أسود على طول. يحاول أحمد الحلو التواصل مع متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تلك العروض. تقرير آية الراضي. برافو برافو برافو. لا تعتبره فريسة لها حتى وإن كانت خارج القفص وفي بيته، وهو أيضا قادر على ترويضها بكل براعة وثقة. عانت الوحدة في السيرك بعد توقف العروض فيه إلى أن جاءت إلى هنا لتبدأ عروضها من جديد مع مدربها الذي ألفته منذ 4 سنوات. أنا اتولدت وفتحت عيني لقيت أسود صغيرة في البيت معايا على طول، وأشبال والكلام ده كله، فده المعتاد بتاعنا يعني الأسود بتيجي على طول، ده بيبقى جزء من التدريب بتاعهم برضو، جزء تدريب الاستئناس زي جمانة كده. جمانة من صغرها كانت بتيجي البيت، بس لما وصلت لسن معين وابتدت تخش بروفات لتتدرب للحركات بتاعت السيرك بقت خلاص في السيرك على طول. جمانة عندها 4 سنين ونص دلوقتي، فده بيبقى جزء تاني من البيت، فده المعتاد عندنا على طول في العيلة يعني وفي البيت. ستوب جمانة عدي ستوب. هذه الفتاة تتدرب مع الأسود منذ عام واحد، لا تمتلك خبرة طويلة في التعامل معهم، لكن بحكم أنها واحدة من عائلة الحلو الذين اشتهروا بترويض الأسود لا تخاف هذه التجربة. في ثقة ما بيننا. أول تدريب ليا كان في السيرك القومي، أوكي، كانت يعني تجربة حلوة بالنسبة لي، لأن أنا أساساً بحب الأسود من وأنا صغنونة ومتربية معاهم، فالتجربة بالنسبة لي كانت حلوة جداً، وأنا حابة المهنة دي. هذا المدرب فقد جده في حادثة شهيرة في بداية السبعينيات أثناء عرض له، وأما جدته محاسن الحلو فقد كانت أشهر مدربة أسود عربية، وتعرض بعض من أفراد عائلته لحوادث من قبل، لكن هذا الجيل يصر على أن يبقى صديقاً لملوك الغابة. الخوف من الأسود لا مكان له في بيوت عائلة الحلو، فأفراد هذه العائلة عاشوا على تربية وتدريب هذا الحيوان وغيره من الحيوانات المفترسة منذ سنوات طويلة. آية راضي، سكاي نيوز عربية، القاهرة.